خير النساء البرة التقية ذات الصلاح العفة الحية، تصاحب النساء أهل الفضل والدين والعلم ذوات العقل، تفيد منهم حكمة تزينها وخبرة في عيشها تعينها، مجالس خلت عن الآثام وارتفعت عن ساقط الكلام، تنزهت عن غيبة ذميمة والسعي بالإفساد والنميمة، إن حضرت حفلا وفيه منكر فإنها تنكره لو تقدر، وإن تكن عاجزة فتنصرف كي لا تكون في عداد المقترف، إن مرضت أو عنست أو غير ذا أصابها مما يكون من أذى، اصطبرت واحتسبت ما قد جرى فما يصيب العبد خير لو درى، بالصبر والدعاء والإحسان من ربها تستجلب الأماني، قد حسنت بربها ظنونها لو ذهبت من حزنها عيونها، ترتقب بلاج فجر الأمل من ربها ذي الجود والتفضل، إن القنوط شأن أهل الكفر كما أتى في آية في الحجر.